وتستمر بنا الحياة بكل ما فيها، وكأنها درس يردد كيف نحياها ونحييها. وتستمر بنا الحياة بكل ما فيها، وكأنها درس يردد كيف نحياها ونحييها. الناس للناس ولا منا من استغنى، كل مهم دون فرد مستثنى. لا شيء صعب إن تكاتفنا وغررنا، يا سعدنا بحصادنا إن نحن أحسننا. إن نحن أحسننا، نحن أحسننا. أليست هكذا الدنيا تسير ولا تقف، ومهما طالت اللحظات حتما تنصرف. ومن منا بلا حلم يسير بلا هدف، فماذا إن تعثرنا سوى أننا نقف. وتستمر بنا الحياة بكل ما فيها، وكأنه درس يردد كيف نحياها ونحييها. السكن كان من أول اهتمامات الإنسان منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى، فسكن الإنسان الكهوف وبيوت الطين والحجر، ثم بنى القرى والمدن، وأوجد حلولاً عمرانية هائلة غيرت شكل الأرض. في وطننا العربي حققنا الكثير من التطور العمراني، إلا أن نسبة كبيرة من سكانه وكأنهم ما زالوا في بداية البشرية، يعيشون في عشوائيات مقابر وحتى في كراتين وعلى أرصفة الطريق. مشاكل السكن في الوطن العربي نعرف حلولها ومفارقاتها جميعا. نشيد المدن والأبراج، وبجانبها تنتشر العشوائيات. نبني بيوتا فخمة تجاور أناسا بلا سكن. دول توفر لمواطنيها البيوت والأراضي، وأخرى يعجز الفرد فيها من تأمين مأوى له ولعائلته. استطعنا أن نوجد الحلول لكل شيء وبسطنا كل السبل، ولكن حتى الآن ما زال من الصعب علينا تأمين السكن، وهو حق إنساني مشروع في أغلب دساتير الدول. إذا استمر الفساد والأطماع والمصالح الشخصية، إذا استمرت الحروب والنزاعات، إذا استمر الفقر، لن تحل مشكلة السكن في وطننا العربي. تأمين السكن، توفير السكن، وتعمير الأرض من حلول تقليل الفقر في العالم. بسم الله،
نبدأ سعادة جديدة. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. عم سمير؟ إن شاء الله. زيك؟ الحمد لله. عامل إيه؟ ألف لك الحمد. الله يبارك فيك. تعمل إيه، شاي؟ ولا قهوة؟ أنا بقى كنت بعمل شاي وقهوة منهم، حسبي الله ونعم الوكيل. أه؟ سرقوني. مين؟ ناس سرقوني. مين سرقك؟ الحرامية اللي هم في العزبة هنا، بس كسرني الكشك ورا. متى كسروه؟ اليوم؟ لا ده من آخر يوم في العيد الصغير. آه. وقفوا حالي. ربنا ينتقم منهم. ربنا يهديهم. كله خير يا عمي، كله خير. عيد حالتك كويس، راح جايب لي مرتبة. آه. وجاب لي الصاج اللي أنا عملته ده عشان ما يتسرقش تاني. آه. فاضل بقى إيه؟ ربنا يرزق إن شاء الله يرزقنا. اقطع بقية الصاج واقفل الكشك من ورا علشان ما يتسرقش تاني. طيب دي بنتك؟ اه خرصة. اسمها ايه؟ هبة. طلع هبة. هبة ازيك؟ انت سوري صح؟ لا انا من الامارات يا حق. احسن ناس. طيب يا حق انت من امتى ساكن هنا؟ ده بيتك صح؟ اه ده بيتي، انا معايا 6 بنات التانيين كبار. انت وين كنت ساكن قبل عمي؟ انا كنت اعمل عشة هنا على الترعة. نزل يجيب لنا اكل سمك ما ياخدته الله يرحمه. مين ده؟ اخو ابني الكبير دلوقتي عنده 30 سنة. الحمد لله احمدك واشكر فضلك الله يرحمه. القاهرة على طول في نزلتك من الكوبري على طول. طيب عمي يعني ابنك الله يرحمه مات هنا؟ مات على الترعة هنا. على الترعة هنا وهو بيستوعب. الحمد لله. الله يرحمه. ربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين. ودي هبة. ودي هبة طالعة. هبة كم عمرها؟ هبة دلوقتي عندها دلوقتي اللهم صل على النبي خشب في 11 سنة. تدرس؟ كله هنا بالقرش الحمد لله كله خير يعني. طيب اولادك يدرسون ولا لا يعني؟ ما عنديش حد يدرس ولا حد يدرس. ما فيش ما معيش بحتكمش رجلي ويمكن يا دوب اجيب الثلاث كاس عيش كيسين العيش لاولادي. ادي زين يا حاج سمير، انا شفت لك فيديو في السوشيال ميديا. جيت عشان الفيديو ده. زين يا حاج سمير، انت ايه اللي تتمناه؟ اللي بتمنى استر بناتي بالذات دي تعاني بالذات دهن دون عن البنات الكبار بالذات دي اللي هي ما تعرفش الالف من الدنيا. دي اللي هي يمكن ربنا مخليني على الدنيا علشان دي اقدر اوقفها على رجلها. بتمنى من ربنا ان شقه نظيفه وحتة نعمل بيها سبوبة نريح فيها أي حاجة. يا عمي اتفضل. يعني أنت تحس أن الدنيا فيها خير عشان حد يوفر لك بيت ويوفر لك مكان تشتغل طبعًا. فيه ده طبعا ده الخيرين أكتر من بتوع الشر. ربنا خلق الدنيا الخير أكتر من الشر. جميل. بتوع الشر دولت ربنا بيخليهم سبحان الله لما تقول كده بيلموهم على بعض وحطهم في مكان واحد. هبة لحظة دين الخبزة دي الرغيف هو ده اللي بتفطروا؟ فقط رغيف؟ فقط الرغيف والشاي وكوباية الشاي بيض طماطم فول مفيش أبداً من عند الله. الحمد لله والشكر لله. تقول لك نظف عينك يا بابا. هبة دايما معاك؟ هبة اللي بتيجي علشان ايه؟ روحها فيا من عند الله وروحي فيها. سبحان الله. الحمد لله. الحمد لله. طب يا عمي انت تسبح فين؟ تستحمى فين؟ ترى في المية.
الله يعينك. أول شيء أنا ما عرفتك بنفسي، أنا اسمي غيث. أهلا وسهلا ومرحب بولاد عمنا. الله يبارك. الإمارات. الله يبارك. معروفة من زمان الإمارات اللي كان بين المتحدة. أيوة الإمارات العربية المتحدة. آه. من زمان من أيام السلطان الله يرحمه كان الشيخ زايد. الشيخ زايد. ده متسمى هنا باسمه قرية كاملة. ومصر قرية كاملة في 6 أكتوبر. الشيخ زايد النهيان. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. طيب يا حاج، يعني انت اللي انا عاوز اساله، اللي يشوفك هنا يقول ده راجل مش متعلم عايش لوحده، لكن سبحان الله مع فقرك ومع بساطتك وانت بعيد عن الدنيا عارف شيخ زايد. الحمد لله. الله يرحمه. وهذا الخير لما الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين اجمعين. انا مش عاوز اطول عليك عشان نخلي هبه تفطر وهي ماشي. فرحانه ماشي. احنا عندنا هديه بسيطه لك. انت تقرا يا حق؟ يا ريت يا ريت. ما تقراش؟ ما بعرفش اكذب على ربنا. عمري ما اكذب على ربنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي هدية من اولاد الشيخ زايد. يا بركة الله. كلهم يا با كلهم وعجب لك حاجات بضاعة وحاجات يا با إن شاء الله. ربنا يبارك لكم يا با. ربنا يبارك لكم يا أولاد عمنا. فعلا 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 يا با. الحمد لله الحمد لله. بتقول لك ربنا يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. معك إن شاء الله. ربي يتقبل منه ومنك. عمي أنا بلعت بعوضة. بعد الشر. بلعت دبابة دلوقتي. معقولة؟ زي ربنا هيحفظك. ربنا هيحفظك. أنا بلعتها يا عم. لا ربنا هيحفظك علشان إنسان ربنا بعتك قلبك كبير. الله يبارك. الروح الدينية عندك على إخواتك وأهل إخواتك. غير ما قابلتش ان واحد يجي غريب ويعملها. اللي حيصير يا حاج هتجي لك شقه كامله ان شاء الله. باسمك دي ملكك. ربنا يكرمكم دنيا واخره. ودي هتكون هديه ما يقدرش حد يطلعك منها ومش هتعيش برا في الشارع نهائي. ربنا يسترها عليكم دنيا واخره يا اولاد عمنا يا اولاد الشيخ زايد. الله يرحمه. الشيخ الهمام الله يرحمه رحمه الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على أمواتنا وأموات المسلمين. يا رب. طيب يا حاج. ده مقدم الشقة. ماشي. طيب حنفتح لك محل عشان تشتغل فيه. ماشي. وتبعد عن الشارع. ماشي. الله يبارك فيك. الله يبارك لكم دنيا واخره. ربنا يبارك لكم في الدنيا وفي الاخره يا رب. الله يكتب لك ويجعل حسناتكم موازين امام الله في الخير والصلاح باذن الله. في حاجه ناقصاك؟ رؤيه ربنا هي دي اللي فاضله. رؤيه ربنا. معلش ولادي ولاد عمي واقفين جنبي وجايين من اخر بلاد الدنيا علشان يسعدوا ابن عمها. الله يرحمه. الحمد لله والشكر والشكر. اه يا بابا ده علشان الشقه. لا ركبي بقى نعمه ربنا. ماشي. بتقول لي 5 و5 يعني ما تحسدش. المهم. لا يا بابا.
ابو دي البركه بتاعتنا. الله يبارك فيك. يبارك فيك يا حق. يسلمك ان شاء الله. الله يحفظها لك يا حق. الله يكرمك ويجعلها من الذريه الصالحه ان شاء الله. ربنا يجعل ذريتك صالحه يا رب. يبارك لك يا رب الدنيا واخره يا رب. وما تشوفش حاجه وحشه وتشوف. خلينا نحضنك. يلا يا حق سامحنا. الله يسلمك يكتب لك الخير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ولاد عمي. سامحنا يا شيخ. سامحنا الحمد لله. سامحنا. ربنا يبارك لك ويبارك لك في الدنيا وفي الاخره ويسنور لك طريقك ويسترها عليك دنيا واخره يا رب. ننتقل من مصر الى العراق للحجة منى، مسؤولة عن ايتام ولا تمتلك منزلا لتعيش فيه. هاي عندنا هاي سميناها امارات. هاي سميتوها امارات. امارات جميل اسمك يا امارات ما شاء الله. حلو اسمك. انت حابه اسمك شنو معنى امارات؟ عالدولة الامارات. إمارات يما منو سماها الاسم؟ أبوها سماها. أنت كم ولد عندك؟ احنا كلنا 30 نفر ما شاء الله. أيوة. كلهم أولادك؟ أولادي أولاد أولاد. لا خلينا أقرب عندك. خلينا أقرب موضوع. بنواتي عندهم شنق وولدي عندهم شنق. شنو شنق يعني؟ يعني قسم. بس جزء يعني قسم من العائلة. ولدي قسم وولد ولدي بنواتي. ايه. وكلهم عندي بالبيت. والمجموع 30. ايه. كلهم عندك. اي والله. وين عايشين الحين؟ والله شنق دزيتهم على البار. ايه. شنق يعني مجموعة. مجموعة دزيتها على البار. ايه. مجموعة ظلت هنا عند ابن اختي جادي. اه. ايوه. يعني انت الحين عند ابن اختك. ايوه. وامارات وين قاعدة؟ قاعدة عندي. انت مواليد كم يمه؟ ما اعرف. والله من اخذ ابني داعش انصدم قلبي نوبه واحده انصدمت ما عارف كل شيء انصدمت. صار عندي سكر وصار عندي ضغط وصارت عندي جلطه بيدي هاي. الله يعينك. واحده انتهيت نوبه. الله يعينك يما. تتيسر ان شاء الله. الله يسلمك. من وين تاكلون تشربون؟ من مسؤول عن العائله؟ والله ابو هاي كان هو الكبير. اي. كان يروح يشتغل يوميا 15 بالمعامل. تمرض صار بيه التهاب بالدم وصار بيه روماتيز بالدم وقعد ما عاد يقدر. قلنا له يا ابو اقعد والله يدبر. والحين وهسه انا نلطش بيها تلطش على هذا على انت الحين وين ساكنه؟ هسه انا كنا ساكنين ببيت ماجره. ايه. وابو البيت اطلع القراض مالتنا ولقحن برا عبنا ما ندفع اجار. لقحن يعني رماحن. اي زيتن بالشارع. ايه. وقمنا وقعدنا عند بيت ابن اختي. طيب ليش طلعكم ابو البيت؟ يريد فلوس يريد اجار. يعني هو المفروض يصبر عليكم. من شاف كثر الدين قال ما عاد اقدر اتحمل اكثر ما قال. بس ابو البيت ما ينفعني مره واولادها يطلعها من البيت يعني. صدمت صار عندي سكر صار عندي ضغط وصارت عندي جلطة بيدي هاي انتهيت نوبة. وانت شلت اغراضك ورحتي؟ اي والله ودعت عند الجيارين انطيت كل بيت خلتني عنده شوية الثلاجة بعت وصرفنا بيها الثلاجة والطباخ وزوالي هذني بعتها ظل هالفراش التنتفات ظلت بعناها تصرفنا بيها ما عندنا مصر. يما انت تقرين؟ لا والله ما نهائي؟ اطقش اطقش مسكي هذه يما. شكرا. امارات شو تريد؟ انا ابويا مريض فلوس. تريدين فلوس عشان تعالجين ابوك صح؟ يما انا ابن جغيث من الامارات
واحنا جينا نفرحك. الله يسلمك الله. ونعطيكم هدية من الإمارات لبنتك الجميلة إمارات، راح يكون إن شاء الله لكم بيت إن شاء الله. تسلم رعتك طيبة. الله يبارك فيك. كل شيء فيه، ثلاجة والأثاث، إن شاء الله ما تحتاجين حد يا أمي، تستقرين في هالبيت أنت وعائلتك وأنت إمارات، وديرين بالك على الأيتام وما حد يطردكم ولا يطلعكم، والثلاجة اللي راحت إحنا راح نجيبها. صيتكم يعني واصل، يعني كلها تقول لي روحي على إمارات، كل ما أسأل في الواحد قصتي يقول لي روحي على إمارات، روحي على إمارات، روحي على إمارات، ما أسأل في الواحد وما يقول لي روحي على إمارات. الحمد لله، هي بلد خير. شكرا الله يسلمك. بلد خير للناس اللي فيها واللي برا. وإحنا ترى عايشين في خيرها والله يا إمارات. إن شاء الله. والحين صار عندك بيت إن شاء الله خلال هاليومين بالمنطقة اللي أنت ساكنة فيها. إن شاء الله. صدقيني يا أمه، الأثاث اللي بيعتيه كله راح يجيك أحسن منه. الله يعطيك العافية. إن شاء الله عمرك طويل، والله يوفقك، والله يحميك من كل شر إن شاء الله، والله ينطيك على ما تريد، والله يوفقك، والله يشافيك ويعافيك ويستر على عرضك وعليك. اللهم آمين. على جميع من تحب. اللهم آمين. خلي بالك على الإمارات، وسبحان الله أمه قد يكون هذا خير البنت هذا. إن شاء الله. يعني انتوا عرفتوا تسمونها الاسم اللي يابلها الخير ان شاء الله. وهي صدق والله يا امي هي بلد خير علينا وعلى الجميع. والله حطك على راس. الله يبارك فيك. على راس. الله يبارك فيك. حطك على راس. والله يفرج عنكم. آمين. ويسر لكم يا امي. امين. والناس للناس. من العراق نذهب الى السودان لمحمد الطيب الذي يحلم هو وزوجته بامتلاك منزل. حماد انتو كم واحد في البيت؟ نحن 6 انفار، انا والمرا والطاولة. 4 اولاد. 3 دين وواحد عجوة. شو في عنده دمر في المخ ما يمشي، عنده ارسال لو عمره 8 سنة. عمره 8 سنوات، الله يحفظه ان شاء الله. انت شو تشتغل حمادة؟ والله شغال رصيد، بوزع رصيد، ببيع رصيد. موجود هنا، تحول على التليفون على طول ولا بطايق؟ تليفون. بالتليفون. ايوه. والدخل هذا يكفي ولا ما يكفي؟ والله الحمد لله، ما بقول لك يكفي ولا ما يكفي، نهاية من الله، لكن الحمد لله وانت عايش على حال فلان ومعروف هناك، لكن دخل كثير والله. مرحبا اختي، كيف حالك؟ السلام ورحمه الله وبركاته. انت زوجة الاستاذ؟ ها انتم من كم سنه متزوجين؟ متزوجين والله 12 سنه. لما تزوجك شو وعدك؟ شو راح يجيب لك؟ قال لي اعطيك البيت. طيب وين البيت يا صبرتي؟ صبرت لانه حسب الوضع. يلا الحمد لله. الحمد لله. العيال بضحي عشان العيال دينا. أنا ما فيني فايدة. عشان العيال لأنه هم طبعاً حيو دي. لا فيك فايدة، أنت شيخ البيت. أنت الأساس. لكن سبحان الله هي ظروف الحياة، صح يا أمي؟ صعبة. طيب الحمد لله. زين إحنا أنت تقري صح؟ ألولا. ما تقري. لا قريت يعني، لكن ما وصلت قراية. لا ما قصرت، ما قصرت والله. هذا راح يفيدكم ان شاء الله. يفيد ما كيف ما بيفيد، حاجه بسيطه تفيد الزوج. يلا. الكثير ما حيستفيد، لكن القليل بيفيد الزوج، لانه الزوج يكون طماع. نبدا من الصفر، حياتي مشي لقدام. محمد ده لما عرفته انا قعدت ما في اي حاجه يعني، والله زي ما عارف سايرته وعشت معه. الحمد لله. ربنا وفقني ووفقني الأطفال دي. الحمد لله. الحمد لله. جميل، كلام جميل. يعني الزول يبدأ شوي شوي. شوي العافية درجات. يعني اللي كنت أنت تقصدي إنه مش بكثرة الفلوس. هاي من كثرة الفلوس، كلام الفهم. طيب.
البيت هنا كم يكلف؟ البيت كم يكلف؟ البيت هنا في البلد إيجار؟ لا ملك. ملك كتير والله. كتير. هو وعدك في بيت صح؟ أوعدني في بيت والله، قال لي بس السكن الشعبي. أنا قلت في أي مكان. هو الحين ما أجى البيت. ما أجى والله ما أجى. طيب. راح يجيك البيت يا أمي. إن شاء الله. يديك العافية. بس لو أمك. حاجة بسيطة تفيد الزول، الكثير ما حيستفيد، قليل بيفيد الزول. زول ملكم الله. يا معواطف يا معواطف يا معواطف، اسمك ابنك الكبير شو اسمه؟ عبد الرحمن. يا ام عبد الرحمن الله يحفظك ان شاء الله، وهذا خير ربي كتب لك يعني، وسبحان الله يمكن صبرك يمكن تعبك هو اللي خلانا يعني، يعني يمكن ربي اخر الفرج ان شاء الله عشان يمكن ياخر يعني يقوي العلاقه اللي بينكم. ان شاء الله. سبحان الله. ان شاء الله. الله يبارك فيك وربي يرزقكم ان شاء الله، وان شاء الله راح تروحين انت تختاري البيت بنفسك يا رب يا رب العالمين يا رب. الدنيا بخير يا امي. الله يحفظك يا امي. الله يحفظك يا معواطف. سكتها يا حبيبي خلاص هديها. الله يديك العافيه. الله يبارك يلا الله يكتب لكم الخير. الله يكتب لكم ان شاء الله ان شاء الله ندخل ان شاء الله ندخل. يا امي يا امي سامحيني نزلنا دمعتك. الله يبارك فيك يا امي. شكرا مع السلامه يا امي. السكن من أهم وأكثر الاحتياجات التي وجدنا الناس يعانون منه في السنوات الخمس الماضية من قلب إطمان. فئة من الناس لا مأوى لها، وأخرى يعيشون في أشباه بيوت. راح يجيك مقاول بعد شوي إن شاء الله يبني لك بيت كامل، راح يكون عندك بيت والله طول عمر البلد. عوائل تسكن في المجاري والمقابر، وهذا ينام هني في فراش هني يعني كأن هذا بيت. مجتمعات تعيش في العشوائيات. راح إن شاء الله نشتري لك بيت كامل. لاجئون ومهجرون في مخيمات. من متى أنا في المخيم؟ 5 سنوات ما شاء الله. وفئة هي الأكبر تسكن بيوتا لا تستطيع دفع إيجارها. هم الحين معطيك إخلاء هذا الشهر. مخلي منين أجيب له؟ يعني إذا ما دفعتي يروح عليك البيت. يروح علي البيت شو بدي أسوي؟ مالي غير الله بعد رب العالمين. حاولنا أن نقدم حلولا في الإيجار والتمليك والترميم والبناء لمن عانى من مشكلة السكن ممن قابلناهم. لكن ماذا عن الملايين الذين لم نقابلهم ونلتقي بهم؟